أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. إن شاء الله نحل أول امتحان في نهاية الترم الأول في الصف الأول إعدادي في مادة الجبر. هذه امتحانات نهاية الترم للصف الأول إعدادي، و إن شاء الله الامتحانات سهلة جدا، أسهل من اللي درسته في أثناء الدراسة. فنشوف كده السؤال الأول. في محافظة القاهرة، دي محافظة القاهرة، الجبر والإحصاء، جبر وإحصاء إدارة السيدة زينب توجيه رياضيات. دي طبعا كراسة المعاصر، وهو نفسه إن شاء الله هنشتغل على طول من كتاب المراجعة النهائية لكتاب المعاصر. ديت في كراسة الأنشطة، ولكن هي نفسها موجودة في كتاب المعاصر المراجعة النهائية. أجب عن الأسئلة الأتية. بيقول في السؤال الأول أكمل ما يأتي. السؤال الأول أكمل ما يأتي. إذا كان اتناشر سين أس خمسة بتساوي اتنين سين في كام؟ الاتناشر سين أس خمسة عبارة عن اتنين في ايه؟ اتنين في ستة. طب سين أس خمسة عبارة عن سين في السين أس كام؟ سين أس أربعة، عشان أنا بجمع الأسس. يبقى عبارة عن اتنين سين في ستة سين أس أربعة. طيب تلاتة ونص في كام بتساوي واحد؟ تلاتة ونص دي عبارة عن ايه؟ دي المعقول. أضرب أي عدد، أي عدد بنضربه في معكوسه الضربي بيدي المحايد الضربي اللي هو الواحد. يبقى أنا عايز معكوس الضربي للعدد ده. العدد ده أصلا كام؟ اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة على اتنين، ده هو ده. طب معكوسه الضربي بقى اللي هضربه فيه اللي هو اتنين على سبعة، أضربه في العدد في معكوسه يدي واحد. المنوال للقيم، المنوال تعريفه هو ايه؟ القيمة الاكثر تكرارا او الاكثر شيوعا، اللي انتشرت اكتر، اللي هي اتكررت اكتر. تلاتة تلاتة تلاتة، اما السبع مرتين يبقى المنوال هو مين؟ تلاتة. المنوال للقيم دي هو مين؟ التلاتة. العدد س زائد سبعة على س ناقص تلاتة يكون نسبيا اذا كانت ان المقام بتاعي لا يساوي الصفر. المقام ده ما يساويش صفر. امتى هيساوي صفر؟ عشان يكون عدد نسبي يبقى لازم المقام ما يساويش الصفر. يعني السين لو حطيتها بتلاتة هتبقى تلاتة ناقص تلاتة بصفر. هي دي الحالة الوحيدة اللي هتخلي العدد ده غير نسبي، فبالتالي السين لا تساوي تلاتة. الوسط الحسابي للقيم، الوسط بنجيبه ازاي؟ بنجمع القيم ونقسم على عددها، يبقى تلاتة واتنين سبعة وأربعة حداشر، تاني اتنين وأربعة ستة، ستة وتلاتة تسعة، اتنين وأربعة ستة، أو تلاتة واتنين خمسة، وأربعة تسعة على عدد القيم اللي هما تلاتة هيديني تلاتة. باقي طرح ده من ده، يبقى أنا بطرح مين؟ بطرح ده من مين؟ من ده. يبقى ده هو المطروح منه، يعني هيبقى تلاتة سين ناقص، هطرح منها ناقص خمسة سين، هتساوي تلاتة سين زائد خمسة سين هتساوي تمانية سين. يبقى إذا باقي طرح ده من ده هيدي تمانية سين. ننتقل للسؤال التاني. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. زين إجابة صحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول سالب تلاتة على خمسة، سالب تلاتة على خمسة زائد اتنين على تلاتة. علشان أنا أجمع الكلام ده أنا عايز مقام مشترك. مشترك هو مين؟ او اخلي مقام الاولى خمستاشر، ويبقى انا ضربت الاولى في كام؟
في 3 يبقى اضرب بسطها في 3 تبقى 9، زائد المقام التاني اخليه 15، يبقى انا ضربت 3 في 5 يبقى اضرب الاتنين في 5 تبقى 10، يبقى بتساوي 15 مقامنا اهوت، وسالب 9 زائد 10 بتدي 1، يبقى هي الناتجة دي. إذا كانت س على صوب تساوي 1، فإن 2 س ناقص 2 ص بتساوي كام؟ بيقول لي س على ص بتساوي 1. لو أنا قلت أضرب س هنا الواحد مقام 1، يبقى س في 1 بس وص في 1 بتص، يبقى س بتساوي ص. يعني 2، يعني س ناقص ص هتساوي كام؟ صفر. ننقل ص هناك بالمعكوس الجمعي لها، يبقى س ناقص ص ب صفر. اضرب في 2 يبقى في 2 في 2 تضرب صفر في 2، ضربت في اي عدد هيدي صفر، يبقى اذا الكلام ده بيساوي صفر. 9 س تربيع ص اس 3 على 3 س ص بتساوي، نقسم العدد الاشارة على الاشارة، موجب على موجب موجب، 9 على 3 ف 3 س تربيع على س بنطرح الأس، يبقى 1 من 2 1، يبقى س أس 1. ص تكعيب على ص بنقس، نطرح 1 من 3 2، يبقى ص تربيع، يبقى 3 س ص تربيع. الحد الجبري سالب 3 س تربيع ص تربيع ص أس 1 من الدرجة. لما بنيجي نجيب الدرجات بجمع كل الاسس لكل الرموز، يعني عندي هنا الرمز ده اللي هو السين اس 2، والرمز اللي هو ص اس 1، يبقى 2 زائد 1 ب 3، يبقى ده من الدرجه الثالثه. مربع طول ضلع، مربع طول ضلعه هو 5 سم، فإن محيطه، أنا عارف إن المحيط، إن المربع له 4 أضلاع بالشكل ده كلها متساوية، والمحيط هو مجموع الأطوال الأضلاع، الشكل أي شكل قدامك محيطه بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. يبقى طول الضلع الواحد ب5، وهم كام ضلع؟ 4، يبقى 4 في 5 ب20، أو تجمع 5 و5 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 يدي لك برضو 20. بيقول لك اجمع 3 س زائد 5 ص ناقص 1 مع ده، يبقى نقول نجمع مين؟ نقول 3 س، شوف انت بتكتب بقى القيمتين دول، وعندك طرق كتيرة للجمع، اما الطريقة الرأسية او الافقية. نشوف الطريقة الافقية، الافقية هناخد ال 3 س ونجيب معاها ايه؟ 5 س زائد 5 س، ده في حالة الجمع على طول برتب على طول. اما في الطرح هنشوف المسألة التانية هيبقى في اختلاف بسيط، وناخد الصاد اهي 5 صاد، واجيب جنبها سالب 2 صاد، دي اجيب جنبها دي، يعني انا بعمل ابدال عشان اجيب الحدود المتشابهة جنب بعضها، سالب 1 واجيب جنبها 3 زائد 3، يبقى الكلام ده هو يساوي، اجمع بقى الحدود المتشابهة السين مع السين، نحط سين اهي، واجمع بس الارقام بالاشارات، هنا موجب وهنا موجب، يبقى جمع 3 و5 8. طيب هنا بقى مش هكتب انا زائد والنقص، لما اشوف هنا 5 بالموجب و2 بالسالب، طب يبقى عندي هنا ايه الفرق بين دي ودي؟ إيه ان دي موجب ودي سالب، طب الكبير فين؟ الخمسة، يبقى اخد اشارة الخمسة، وعلشان الإشارات مختلفة بنطرح، نطرح الاتنين من 5 تدي 3، والصاد اللي هو الرمز بتاعنا، وسالب 1 زائد 3، سالب 1 زائد 3 برضو بنشوف العدد الكبير اللي هو الموجب، التلاتة إشارتها موجبة، واطرح سالب 1 من 3 تدي 2، يبقى هو ده الناتج الطرح الجمع. طيب السؤال بقى، دي أ في 3 بقى بيقول إيه؟ اطرح ده من ده، هنطرح العدد ده المقدار ده من المقدار ده، يبقى ده المطروح منه وده المطروح، يبقى قول 2 س، 2 س ناقص 5 ص زائد 2، المقدار ده كله ناقص، وافتح قوس، انا هطرح ده منه كله،
اللي هي 2 سين ناقص 6 صاد زائد 7، ودي الاختلاف البسيط اللي هقول لك. اهوت انت عندك لما بتيجي تطرح ده من ده، يبقى بنكتب الاولان زي ما هو، 2 سين سالب 5 صاد زائد 2، والإشارة دي بتتضرب كل اللي جوه ده، فبتغير إشارات. ليه؟ لأن السالب في موجب بسالب، والسالب في سالب وموجب، فبالتالي أنت بتغير جميع الإشارات، تكتب الأعداد زي ما هي والحاجة كل حاجة زي ما هي. يبقى الاتنين سين كانت بالموجب تبقى بالسالب 2 سين، السالب 6 صاد هتبقى بالموجب 6 صاد، والسبعة بالموجب تبقى بالسالب 7، بتساوي إما تجمع مباشر أو تبدل، تبقى 2 سين ناقص 2 سين جنب بعض بإشاراتهم، ناقص 5 صاد زائد 6 صاد زائد 2 ناقص 7 بتساوي. أنا بس إيه اللي عملت في الخطوة دي؟ عملت إبدال، جبت السينات مع بعض وجبت الصادات مع بعض والحدود المطلقة مع بعض اللي هي الاتنين والسالب 7. طيب عندك دي موجبة ودي سالبة، الاتنين قد الاتنين، تشيلهم تطرحهم من بعض يديني صفر، يبقى إذا السين ده كل ده بقى بصفر. طيب الصاد هنا سالب 5 وهنا 6 بالموجب، الكبير 6 اخد اشارته موجبة، هنا اكتبهاش عشان هي في اول الكلام، واطرح الخمسة من الستة تدي 1، الواحد مضروب في الصاد، اما بنكتبش الواحد طالما فيه رمز بعد، يبقى كده صاد. طيب هنا 2 بالموجب وسالب 7، الكبير 7 يبقى اخد اشارتها سالب، 2 من 7 5، هو ده ناتج الطرح. السؤال اللي بعد كده جيم بيقول أول عددين نسبيين يقعان بين 2 و5 و3 و4، نشوف ازاي نجيب عددين نسبيين يقعان بين 2 و5، 2 على 5 و3 على 4. أول حاجة نخلي المقامات واحدة، اللي 5 والأربعة المقام بتاعهم مشترك، اضربهم على في بعض على الأقل، يعني 4 في 5 ب20، يبقى هنا 20، ضربت هنا في 5 يبقى 2 اضربها في 5 تبقى 10 على 20. احنا ضربنا في 4، 5 في 4 يبقى 2 في 4 ب 8، 8 على 20. هنا هنضرب ال 4 في 5 تبقى ب 20، يبقى اضرب ال 3 في 5 اللي ضربتها في ال 4 ب 15. اصبح عندي 8 على 20 و 15 على 20، يبقى المقام ثابت، نخليه ثابت ونشوف بقى ما بين التمانية والخمستاشر في أعداد كتيرة جدا، احنا عايزين بس عددين، أوجد عددين نسبيين يقعان بين 2 و5 و3 على 4. يبقى هنقول ايه بقى؟ 2 على 5 بتساوي 8 على 20، أكبر هي ولا 15 على 20؟ لا هي أصغر، يبقى نقول دي أصغر من 9 على 20، أصغر من 10 على 20، هما دول العددين، وهكذا أصغر من مين؟ من 3 على 4 اللي هي كانت بتساوي 15 على 20، أو بلاش تكتب ده كله، إحنا خلاص عرفنا دول، يبقى نقول العددان، يعني دي طريقة أهيت، أو الطريقة التانية أنت جبت دول خلاص وحدت المقامات، بتقول عددان، اختار أي عددين يعجبوك، ممكن تقول 10 على 20 و11 على 20 وتقول اي عددين. تمام، انا انتقل للسؤال الرابع. حلل باخراج العامل المشترك الاعلى. تعال نشوف ازاي بنحلل باخراج العامل المشترك الاعلى. ادي 3 سين تربيع ناقص 12 سين ص. ايه العامل المشترك ما بين الاعداد؟ يعني ايه؟ يعني ايه العدد اللي يقبل التلاتة تقبل اسم عليه هو بدون باقي، والاتناشر كمان في نفس الوقت يقبل على نفس العدد بدون باقي؟ هتلاقي التلاتة، التلاتة يبقى العامل المشترك الاعلى بتساوي بين الاعداد التلاتة، التلاتة هتقبل عليها فالواحد، والاتناشر تقبل عليها فالاربعة. طيب لما يكون عندي مجاهيل ومشتركين، يعني المجهول موجود في الاولى ومجهول في التانية، يبقى باخد اقل اس هو عامل مشترك اللي هي السين. طيب ما يكون في مجهول ما هوش موجود،
في واحدة اللي هي الأولى وموجود في التانية زي الصاد، ده ماخدوش عامل مشترك. يبقى العامل المشترك شروطه إن يكون موجود في كل الحدود، وبناخد أقل أقل أس في الرموز وأقل عدد الكل يقبل الاسم، أعلى بناخد أعلى عدد الكل يقبل اسم عليه، بنلاقي إيه التلاتة، يبقى ده العامل المشترك. العامل المشترك ده بعمل فيه ايه بقى؟ انا بكتبه الاول 3 س وافتح قوس واقسم بقى ده الحد الاول على العامل المشترك واكتب الناتج 3 على 3 فالواحد، س تربيع س فهالس، سالب على موجب فهالسالب، خلاص خلصنا من الحد الاول. ننتقل للتاني نقسمه برضه على العامل المشترك، 12 على 3 فالاربع، س على س فالواحد، باقي ص. يبقى هنا كده حللت بإخراج العامل المشترك الأعلى، ديت أربعة إيه ألف. نشوف أربعة ب بتقول لي استخدم خاصية توزيع في إيجاد الناتج. أنا عندي المقدار بتاع 3 على 5 في 2 زائد 3 على 5 في 4 ناقص 3 على 5. في خاصية توزيع كان في عندي عدد مضروب في قوس، وكنا بنوزع العدد اللي بره اللي مضروب في كل القوس. فلو انت تخيلت كده اللي قدامك ده، هتلاقي العدد اللي كان قدام القوس هو مين؟ هتجد هو مين؟ التلاتة على خمسة. وكان ايه اللي جوه القوس؟ بقية المقدار ده. يبقى الكلام ده بيساوي تلاتة على خمسة بره اهي، وافتح قوسة دي اتنين زائد اربعة ناقص ايه؟ واحد. دي غالبيتكم هيعملها بصفر يضيع المقدار ده، عملت صفر يبقى ضاع. ليه؟ لان انت ما تضرب ده هنا كده هيخلي لك، هتضرب ده في ده بالمقدار ده زي ما هو، ده في الاربعة تديك ده زي ما هو، وده في صفر هتقوم تضيعها، لكن الواحد بيحفظ قيمة دي. يبقى ايه؟ تنساش تي على دي فالواحد بيساوي ادي تلاتة على خمسة. اتنين واربعة كام؟ ستة، شيل واحد كام منهم؟ يبقى ناتج عندي ايه؟ خمسة. بتلاتة على خمسة في خمسة بايه؟ بتلاتة بس. يبقى الناتج بتاعنا بتلاتة بعد استخدام العامل المشترك للتوزيع في ايجاد القيمة. شوف بعد كده السؤال التالي اللي هو الاخير خامس، بيقول اوجد خارج قسمة س تربيع. طبعا قبل ما نبدأ نقسم بنرتب، برتب لو انا هقسم قسمه مطوله يبقى بقول س تربيع زائد 5 س، برتب تبع الاسس، ولو في مكان بسيب فراغ لو في حاجه ناقصه، يعني اس ناقص، يعني دي لو دي س تكعيب وما فيش س تربيع بكتب س تكعيب واسيب مسافه للس تربيع واكتب السين، لكن هي هنا ما فيش حاجه ناقصه يبقى انا هي مترتبه كمان، يبقى كتبناها بالترتيب اهوت على على بالشكل دوت، واكتب فيها المقسوم عليه اللي هو السين زائد اتنين. بنقسم بقى السين تربيع على السين، فالسين اكتبها هنا سين، طبعا هنا واحد وهنا واحد مش محتاج، يبقى سين في سين بسين تربيع، اضرب بقى تاني ادي السين تربيع، موجب في موجب بموجب، اتنين في واحد باتنين، سين في واحد بسين، يبقى دي اتنين في سين باتنين سين. بناخد شرط كسر كده ناخد اشارات مخالفة، لان انا هطرح بدل بطرح بغير اشارات فوق واجمع بالاشارات الجديدة، ده ما عدا زي بعض مجموعهم بصفر، ده موجب وده سالب، كبير مجموع موجب بسيبه زي ما هو ويبقى تلاتة س، لان دول نفس النوع، وانزل بقية المقدار ايا كان بنزله اللي هو موجب ستة. مبدأ بقى الأولاني ده أقسمه على السين، تلاتة سين على سين فالتلاتة، أضرب التلاتة في سين زائد اتنين، تلاتة في سين بتلاتة سين زائد اتنين في تلاتة بستة، واتفقنا بنغير إشارات وأجمع بالإشارات الجديدة، ده ما عدا ده بصفر وده بصفر، يبقى الناتج النهائي بيديني صفر، يبقى كده انتهت القسمة، يبقى ناتج القسمة اللي هو اسمه ايه بقى؟ اللي هو س زائد 3.
الجدول التالي يبين توزيع درجات 30 تلميذ في احد الاختبارات. ادي الدرجة دي 6 9 12 وهكذا زي ما احنا شايفين. ده المجموع الطلبة 30 واوجد الدرجة المنولية. الدرجة المنولية هي الدرجة اللي اكبر عدد تلاميذ حصل عليه، يعني الدرجة التي شاعت في الفصل. يعني مثلا عندي 30 تلميذ، لقيت 12 تلميذ او 16 تلميذ جابوا درجة واحدة، يبقى الدرجة ديت هي اكبر درجة حصل عليها اكبر عدد تلاميذ، يبقى هي اسمها درجة المنولية. فبتجد هنا اكتر عدد تلاميذ 8، هم 8 تلاميذ حصلوا على كام؟ على 12 درجة. يبقى عشان ده عدد اكبر عدد تلاميذ، يبقى الدرجة دي هي الدرجة المنولية. بنقول الدرجة المنولية هي 12 درجة. وان شاء الله نلتقي في فيديو اخر، وارجو منكم المشاركة، وارجو ان تستفيدوا بما تم شرحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.